علي في هديه وقفل راجعا إلى المدينة معه علي والمسلمون حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، وليس بموضع يصلح للمنزل لعدم الماء فيه والمرعى. فنزل صلى الله عليه وآله في الموضع ونزل المسلمون معه. أولى فقرات حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ السيد جعفر السيد مجيد، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ
إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاء قال سلام، قال سلام. قال سلام فما لبث أن جاء بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا
وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. الشكر الجزيل للقارئ السيد جعفر، ونتمنى من الله أن يوفقه ويثبته على خط الولاية. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله نسكه أشرك عليا في هديه راجعا إلى المدينة معه علي والمسلمون، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، وليس بموضع يصلح للمنزل لعدم الماء فيه والمرعى، فنزل صلى الله عليه وآله في الموضع ونزل المسلمون معه. وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بتنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة في الأمة بعده، وكان قد تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له، فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه. وعلم الله عز وجل أنه أن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وأماكنهم وبواديهم، فأراد الله أن يجمعهم لسماع النص بخلافة وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وتأكد الحجة عليهم فيه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويعني في استخلاف علي عليه السلام والنص بالإمامة عليه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأكد الفرض عليه بذلك وخوفه من تأخير الأمر فيه، وضمن له العصمة ومنع الناس منه. أما الآن فمع كلمة الناشئ محمد عبد الحسين، استقبلوه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وآله. السلام على صاحب بيعة الغدير، السلام على أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله. السلام عليكم أيها الحفل الكريم بمناسبة عيد الغدير، عيد الله الأكبر، يوم تتويج علي عليه السلام بالخلافة والبيعة. يسرني ويسعدني أن ألقي عليكم هذه الكلمة المتواضعة. يوم الغدير كما عبرت عنه النصوص الشريفة
ويوم البيعة ويوم الميثاق، اليوم الذي بايع فيه المسلمون أمير المؤمنين عليه السلام وليا على الأمة الإسلامية وخليفة للرسول صلى الله عليه وآله. ورد في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام: السلام على من بايع البيعتين وهاجر الحجرتين. بايع البيعتين أي بيعة الرضوان وبيعة العقبة. وبيعة علي عليه السلام لم تجب على من عاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وحضر يوم الغدير فقط، فإن بيعة علي عليه السلام بالإمامة وولاية الأمر أمر واجب على كل مسلم من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. نحن هذه الليلة نحتفل بعيد الغدير، فكيف نبايع أمير المؤمنين عليه السلام؟ بيعة الغدير لا تختص ببيعة الغدير، يوم الغدير هو البداية، يوم الغدير هو المنطلق، ولكن البيعة واجبة في كل وقت وفي كل حين. فكيف نبايع عليا عليه السلام كل وقت وكل حين ولكل يوم؟ هناك مظاهر متعددة لإبراز عقد البيعة. من هذه المظاهر التي تتحدث عن بيعتك لعلي عليه السلام عندما تقف للصلاة فتؤذن وتقيم وتقول في أذانك وإقامتك: أشهد أن عليا ولي الله. هذه الشهادة مبرز لعقيدة البيعة ومظهر لعقد البيعة. لماذا تلتزم الشيعة الإمامية بهذه الشهادة في الأذان وفي الإقامة؟ نحن لا نعتقد بأن هذه الشهادة الثالثة جزء من الأذان، ولا نعتقد بأن الشهادة الثالثة من المستحبات الخاصة، وإنما هي مستحب عام وليس مستحب خاصا، أي مما ينبغي على الإنسان ومما يستحب للإنسان في كل وقت وفي كل حين، لا خصوص للأذان، أن يجدد عقد البيعة وأن يبرز لعلي عليه السلام بالإمامة والولاية بأن يقول: أشهد أن عليا ولي الله. ورد في كتاب الاحتجاج للشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليكن علي ولي الله. هذه الروايات استفاد منها علماؤنا بأن الشهادة الثالثة أمر راجح من المستحبات العامة. ونحن عندما نريد أن نبايع أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، فماذا يريد علي عليه السلام منا؟ يريد منا أن نكون دعاة له ولسيرته، ولا يريد منا له بخطباتنا ولا بألسنتنا فقط. يريد أن ندعو له من خلال سلوكنا. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. عندما أقول بايعت عليا عليه السلام، يجب أن أبايعه بسلوكي قبل أن أبايعه بلساني. الشيعي المبايع لعلي عليه السلام ينبغي
دائما أن يكون دائما هو النموذج والمتميز بأخلاقه، بحسن سلوكه، بطهارته وجوارحه، بصدقه في المعاملة. يقول علي عليه السلام: إياكم وتهزيع الأخلاق تصريفها، واجعلوا لسانكم واحدا يطري أخاه شاهدا ويذمه غائبا، أي إياكم والتلون بالنفاق في أخلاقكم، ولتكن أخلاقكم سليمة، واجعلوا اللسان واحدا لا يكن عندك لسانان، وليخزن الواحد منكم لسانه كما يخزن ماله. هذا هو المبايع لعلي عليه السلام، وهذا هو خط الاستقامة لعلي، وعلينا أن نتحرك في خط الاستقامة. ومن هنا نقول إن الذين يتبعون عليا عليه السلام يلتزمون بنهجته، فهم المبايعون حقا لعلي عليه السلام في يوم الغدير. ومن هنا عندما والاه رسول الله بأمر من الله وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. فكانت البيعة له من خلال إنه المتعين للبيعة والولاية. اللهم اجعلنا من المتمسكين بحبل ولايته، والسائرين على هداته، والملتزمين بخطه ولبيعته. اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات بحق عيد الغدير، وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان بحق صاحب البيعة. وافلح من صلى على محمد وآل محمد. الشكر الجزيل إلى الناشئ محمد عبد الحسين، ونسأل الله أن يوفقه لخدمة أهل البيت عليهم السلام. والآن يتفضل معنا الشاعر حسين سهوان مع قصيدة مناسبة عيد الغدير، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آبائي وإخواني الأعزاء، أبارك لكم هذه الذكرى، ذكرى عيد الولاية، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المكتوبين بشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام. وتشرفني هذه المشاركة التي أتمنى أن لا تكون ثقيلة على مسامعكم إن شاء الله. ولاهم يا هل بيت غمس قلبي، ولاهم ولا أنا بعدت عنهم، ولاهم ويوم الحشر شافع بالولى، هم أهل أفضل نبي وبت وصية. يا من له كل موالي فد عمره، عمره يا من له كل موالي فد عمره، وزيارة مشهد عن ألف عمره. يا قاهر بوجهل يا مرد عمره، ما ينطق عنها واختارك وصية. أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع،
أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع وعن ولاية علي الكرار بطول العمر مرجع. واللي جادل بحجي إليه ست الصحاح مرجع مسلم هو يذكرها وبالثقلين سماها كتاب الله صمت كتاب الله صمت انطق يا قرآن كتاب الله صمت انطق يا قرآن يا كل ناصب أوان إنك تقر آن ترى ولاية علي مدخل القرآن وصعب فهمك كتاب بلا وصية. نعرج على السياسة شوي إلي حجوة إلي حجوة وأذون المجرم الطن إلي حجوة وأذون المجرم الطن بلادي ليها مستقبل فلا ظن إذا فيها الغريب أصبح مواطن بعد أي خير ظل فيها إلي أصيح أصيح وصوتي تحمله المسافة حسافة يا زمن والله حسافة ما هي وقفت على التجنيس آفة الآفة انهم يجنسوا البربرية. صلوا على محمد وآل محمد. سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أشرقت بالحب في فصل المعاناة أشرقت بالحب في فصل المعاناة فعين الضوء لي جرح اتجاهات يا ساكنا في فؤادي دون ما ألق إلا ائتلاق الهوى بين العذابات يا وحي اسمك كالمعبود أعشقه إذ كنت لي ساقي الأعضاء في ذاتي فالرب قلبي وطاه النبض في خلجي وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي. صل على محمد وآل محمد. قصيدة كتبتها وتصورت فيها أني كشاعر أراقب مشهد عيد الغدير من سماء عالية فقلت سلسلة طويلة في شكل غيهبان ونظرة يانعة في أفق الزمان وقامتان رغم بعدي خلتهما حسان ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن سلسلة طويلة في شكل غيهبان ونظرة يانعة في أفق الزمان وقامتان رغم بعدي خلتهما حسان ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن الواقفان فيهما كم نزل القرآن ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن جمع غفير كلهم نحوهما يشير بالبنان ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن ملائك الله عليهم تشحن المكان ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن كف اليمين ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان كف اليسار ذاك علي المرتضى أول من أسلم من بارز ودا ذا ومن كافأ فاطم ذا وبل ليث لخيبر ذا وبل 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 وما أخال أكتفي لو أملأ المكان والزمان ولاية مفروضة من ضلها لم يرد الجنان. كف اليمين
ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان، كف اليسار ذاك علي المرتضى ليث خيبر، أول من أسلم من بارز ود ذا، ومن كافأ فاطم ذا، ومن وما أخال أكتفي، لو أملأ المكان والزمان ولاية مفروضة من ظلها لم يرد الجنان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، ولاية مفروضة ممتدة لصاحب الزمان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن. صل على محمد وآل محمد. ما دمنا قد وصلنا من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وفرجنا به، يقولون أن من صفات الموالي أنه يشتكي إلى إمام زمانه، وهذه القصيدة شكوى لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا صاحب الزمان خذني لبابك، خذني لبابك أيها المذكور، واسكب معينك فالنفوس غدير. خذني لبابك أيها المذكور، واسكب معينك فالنفوس غدير. يا أنت محجوب الجمال عن الورى، لكن سطوعك بيننا معذور. ما رام فيك مضيق فرج ولم يلقى رحابك في الجهات تدور. ماذا أيطوي البعد صفحة حبنا، حاشا وأنت بنا لقا موتور. ماذا جماجمنا تدك برجلهم مهر لنوركم، أيأتي النور؟ ماذا نعيش الفقر في جنباتنا، في الموت نحيا والحياة قبور. ماذا يهيجك إن صبرت لكربلا ولفاطم، والضلع صار كسير. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها في غمدكم، نصر لنا مغمور. عجل لقد ضاقت بنا يا سيدي، فمتى بجيشك للجهاد نسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. نشكر الشاعر القدير حسين سهوان على هذه القصائد الرائعة والأداء الرائع. في هذا اليوم وفي حجة الوداع جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين، وهو عائد من حجه في بقعة تسمى بغدير خم، وفي حر الهاجرة وضع له منبر من أحداج الإبل، فاعتلاه مخاطبا جموع الحجيج: أيها المؤمنون، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار، وآخذا بيد علي ليقيم عليهم الحجة. تزامنا مع اليوم العالمي للمسن، أقامت جمعية المرخ الخيرية الاجتماعية مسابقة بعنوان برا بوالدي كلمة بحقهم، وبرعاية كريمة من سيد عدنان سيد نعمة. وشروط المسابقة تتمثل في أن تكون المشاركة
أما خاطرة أو شعر بما لا يقل عن 20 كلمة، وأن تحقق في مضمونها الهدف الرئيسي للمسابقة، وأن لا تكون قد كتبت لمسابقة أخرى ولم يسبق نشرها أو الفوز بها في مسابقات أخرى. وقد شارك مجموعة من شباب وشابات القرية بالمسابقة، حيث قام مشكورا الأستاذ خليل إبراهيم بتقييم المشاركات. يتفضل رئيس جمعية المرخ الخيرية وراعي المسابقة السيد عدنان السيد نعمة لتقديم الجوائز. سيد عباس، حياك. موجود نيابة عنهم. وقد جاءت النتائج كالتالي: المركز الأول حصلت عليه جميلة الحاج عيسى علي عاد الحياة، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانية، والمركز الثاني حصل عليه طه عبد النبي ضيف. طه مو موجود؟ ما في احد من النيابه؟ المركز الثالث السيد حسن السيد مرتضى. حياك سيد هادي، طبعا سيد مسافر للدراسه، نسال الله له التوفيق. حياك عبد الهادي، خدمة على الطاهة ولد خالك. صلوا على محمد وآل محمد. والمركز الرابع حصلت عليه سوسن السيد حسن السيد علي. عم سيد تاج، حياك. صلوا على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. أما الآن فمع كلمة للجنة انتخابات مأتم المرخ، والتي ستقام في شهر محرم الحرام الشهر القادم، يلقيها علينا عقيل علي حسين. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. خدمة الإمام الحسين عليه السلام شرف في الدنيا وذخر في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم خدم قوما من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خداما في الجنة. وفي حديث آخر قال: خدمة المؤمن لأخيه المؤمن درجة لا يدرك فضلها إلا بمثلها، لا يدرك فضلها إلا بمثلها. ومن أبرز مصادق خدمة الناس خدمتهم في مجالس أهل البيت عليهم السلام، ومما لا ريب فيه أن خدمتهم هي شرف وطريق نجاح لنا في الدنيا، ونجاة وأجر ومنزلة لنا في الآخرة. يقول الشيخ الأردبيلي: رأيت سوق العمل كاسدا خاسرا إلا العمل للإمام الحسين عليه السلام، فإنها تجارة رابحة. تعتبر خدمة مأتم الإمام الحسين عليه السلام شرف عظيم للعاملين بمجلس الإدارة، وللجان نصيب عظيم ومكانة كبيرة يوم القيامة. هذا وتعكف حاليا اللجنة الموكلة بالإعداد للانتخابات بوضع خطة العمل،
والخطوات العملية لانطلاقة الحملة التشجيعية للانتخابات والتي تنطلق مع بداية شهر محرم الحرام، والتي نأمل فيها أن يتسابق المؤمنون للترشيح للمجلس الإدارة لكي نكمل ما بدأته الإدارة الحالية والإدارات السابقة، ونسعى للنهوض بهذه المؤسسة التي تعتبر أهم مؤسسات القرية فلنعلن النفير العام ولنسعى للدخول أو تشجيع من نراه مناسبا للدخول في مجلس الإدارة ليكون ذلك مساهمة منا في خدمة هذا الصرح العظيم. في الختام فلنجند أنفسنا لخدمة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ولنمهد الطريق إلى ظهوره، ولنجعل أصداء حديث الإمام الحسين عليه السلام ترن في مسامعنا دائما حين سئل عليه السلام هل ولد المهدي عجل الله فرجه، فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. صلي على. شكر الجزيل لعقيل علي حسين. مسؤوليتنا تجاه يوم عيد الغدير لكي نعرف طبيعة وحجم المسؤولية التي تلقيها علينا هذه المناسبة، يجب أولا أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى تعرف العالم المعاصر على الغدير وسبب أسراره العميقة. وإذا كان يجهل الغدير فمن الذي يتحمل مسؤولية هذا الجهل؟ وما طبيعة المسؤولية التي نطلع بها في الغدير أمام الله عز وجل وتجاه المجتمعات الإسلامية؟ في الحقيقة لا يحمل الجيل الحالي عموما تصورا واضحا وصحيحا عن الغدير، وتقع مسؤولية ذلك على عاتقنا نحن في الدرجة الأولى. فلو أدينا واجبنا في شرح واقعة الغدير للناس لكان الوضع أفضل مما نحن عليه الآن. كان علينا أن نوضح للعالم بأن الغدير يعني تحقيق الرفاهية وتوسيع نطاقها وبلوغ التقدم والرقي وعمران المجتمعات الإسلامية والإنسانية. الغدير يعني المساواة بين الممسكين بالمقاليد الاقتصاد والمال وبين باقي أفراد المجتمع. وحسب ثقافة الغدير فإن المسؤولين عن الشؤون المالية هم المؤتمنون فحسب، ولا شيء أكثر من ذلك. والخلاصة أن الغدير يعني ميثاق ولاة الأمر مع الله عز وجل بأن يجعلوا مستوى عيشهم بمستوى أقل من الأفراد في المجتمع، وأن يحاكوهم في المأكل والمسكن والملبس والرفاهية. أما الآن فمع كلمة لرئيس مأتم المرخ السيد عطية السيد قاسم، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في هذا اليوم العظيم، وهو يوم عيد الغدير الأغر، وهو يوم تجديد الولاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، بل هو يوم تجديد الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته الطاهرين. هي ليست كلمة وإنما بعض النقاط التي تتعلق بالمأتم، خاصة في هذه الفترة القادمة إن شاء الله في استقبال محرم الحرام. هناك بعض النقاط أود أن ألفت نظر الأخوة الكرام إليها، يعني الاهتمام بها في خاصة في موسم محرم الحرام.
عندي كم نقطة يعني بس بشكل عام، ثلاث أربع نقاط أود أن أشير إليها، وهي بالنسبة إلى المجلس الحسيني في هذا العام. طبعا هناك خطيب العصر الشيخ عبد الكريم المعاميري، وعندنا الخطيب اللي في الليل هو الشيخ عبد الحكيم السندي. هناك طبعا ملاحظة في السنوات الماضية، خاصة مع دخول موسم محرم في يعني في موسم الشتاء، يكون يعني تكون العصرية قصيرة، فحضور العصر مجلس الحسيني يعني يقل سنة بعد سنة. ربما العام القادم، استغفر الله، العام الماضي كان أفضل من سنين لطافت، بس لا أود أن أقول أن أشجع إخواني أن يواظبون على حضور هذا المجلس، لأن الحضور يعني ما أتصور أن اللي ما يحضرون ما عندهم مقدرة أو صعب عليهم لها الحد أنه يحضرون المجلس، خاصة يعني يشتغلون في الحكومة، دوامهم للساعة 2:00 2:15، والمجلس بيكون الساعة 4 تقريبا الرابعة، ففي مجال ولو يحضرون يعني النصف الثاني من المجلس، وهو موسم يعني نستنفر فيه 4 إلى 4، فموسم يعني أتمنى يعني من نفسي ومن أخواني أن نكون في حالة استنفار، يعني ما يكون مثلا لازم أنام ساعتين أو ساعة ونص، حتى يقلل النوم ويكون يحضر. لأن بالنسبة للخطيب بعد احنا طبعا في يعني ندفع إليه مبلغ، فحرام أن ندفع للخطيب مبلغ 1400-1500 دينار وبعدين اللي يجون ما يتعدون 30 شخص، فهذه النقطة يعني مهمة جدا، وحتى تعم الفائدة، وهو شكل ما ذكرت موسم يجب أن يكون في حالة استنفار ثقافي في هذا الموسم الكبير. طبعا بالنسبة إلى النقطة الأخرى، وهي في خلال المجلس الحسيني، وأنتم كما تعلمون يعني بتكرر هالمسألة وأنا تردد أن أذكرها طبعا، بس يعني ربما في محرم يجب أن نكون ملتزمين بها أكثر، وهي أبنائنا الصغار يعني يكونون متواجدين، وإحنا ندعوهم للتواجد ونحثهم ونحث آبائهم على جلبهم إلى المأتم. ولكن هناك ملاحظة، وهي أن الأطفال الصغار يكونون في مقدمة المأتم، في صدر المأتم، يعني لين قالك صدر المجلس، إحنا نرى في المرخ للأسف صدر المجلس أطفال يلعبون، يعني هاي أنا ملاحظنها أكثر من في صدر المجلس أطفال يلعبون، بحيث أنهم يعني يشغلون الآخرين، يعني ما نتمنى أنهم يطلعون برا في الشارع، بس أتمنى من الآباء والأخوان يكونون كل واحد يعني يكون جود أو أبناءه أو أخوانه أو أبناء أخوانه، يعني يكون بحيث أن يكون الوضع مستقر داخل المأتم، خاصة لا يشغل الآخرين، فهذه أتمنى يعني أنه نلتفت إليها. هناك نقطة بالنسبة إلى الطعام والإسراف في الطعام في موسم محرم، هاي النقطة دائما نكررها، وهي الإسراف من ناحية طبعا الأهالي ربما، وهذا أن خاصة في الليالي يعني يكون ربما تكلف يصير على اللي هو يسوي الميقات، أنه يسوي كميات كل سنة تزيد يعني، والأهالي ربما بعض يعني الأفراد ما يقدرون هالوضع ويأخذون لهم صفاري، كل واحد أكبر من الثانية يخلونها اليوم الثاني الغداء يمكن ما يتعشون، فهذا يأثر يعني، لأنه يكسر في النهاية وينحرج صاحب الميقات، يصير في حرج كبير مع الباقين يعني. فأتمنى أن هالنقطة نأخذها بعين الاعتبار، أنه حاول أن كل واحد يأخذ حسب حاجته وحسب الوضع يعني، فربما حتى في المأتم داخل المأتم هي مسألة الإسراف يعني ربما يعني يجب يعني ما ملتفتين إليها بهالمعنى يعني. هناك نقطة أيضا عن النظافة، وأتمنى أن يعني نكون كنا نشارك في مسألة النظافة في المأتم، في الموكب، في خارج في الشارع، لأن الوضع النظافة للأسف مخزي يعني، في اسمحوا لي أن أقول مخزي في مواسم اللي نقيمها
حتى يعني يمكن ربما عمال البلدية يعرفون أن في تحاريم إذا شافوا وسخ الشارع واجد يوم ثاني يعني. فهذا الوضع يجب أن يكون الجميع على أي مسؤولية، لا إدارة مأتم وحدها ولا أشخاص، يكون الجميع مشارك فيها يعني، حتى ربما عند المضيف وخارج المأتم. إلقاء القمامة على الشارع يعني حالة غير يعني غير حضارية. فأتمنى أن يكون فيها يعني اهتمام في هالجانب. طبعا في نقطة بالنسبة إلى مكبرات الصوت، ما أدري إذا يعني أخذت من أخذكم، بس مكبرات الصوت هناك بعض إحنا حاولنا في هالفترة إن يعني نحافظ على مستوى الصوت ما يرتفع إلى مستوى يعني مزعج. وطبعا في بعض الأفراد يعني نقلوا لنا شكاوي ونحقهم طبعا. وفي بعض الأشخاص الأخوة يعني جاءوا لنا بالعكس، قالوا لا ليش ما ترفعون الصوت. هذا طبعا احنا ما يعني هل ربما يكون شرعيا ما لا يجوز ازعاج الاخرين، خاصه المحيطين بالمأتم وربما الا موجهه السماعات الى بيوتهم. فارجو من يعني الاخوه ان يتفهمون هذا موضوع ارتفاع الصوت، احنا نقلله، خاصه انه الصوت هو اعلام الى الاهالي ان يجون المأتم، بس مو معناه انه لازم يسمعون برا. ما حد يسمع المله من السماعات الخارجيه، السماعات الخارجية مجرد إعلام حق أنه الناس تعالوا ادخلوا المأتم الملا قرأ. ربما في البداية أنه يكون الصوت مرتفع، بعدين الشباب في الإعلامية يخفضون عليه يعني، وهذا خارج يعني إرادتنا، لأن هذا الشيء شرعي، إحنا ما نقدر نزعج الآخرين لأن ربما نرتكب محرم وإحنا نعمل في أشياء مستحبة يعني. يعني هذا يعني وديت أن أطرح عليكم. في أمر آخر وهو ربما تطورات المأتم، بالنسبة إلى هناك تطور يعني جديد بالنسبة لأوقاف المأتم. عندنا وقف جنب الملعب، قديما يسمونه يلحة الوادي، اللي هو هاي الوقف اللي عندنا مشكلة الحين هي المستأجر، والقضية يمكن ربما أخذت لها 8 سنوات. حاليا كسبنا القضية وهي في مراحلها النهائية، ربما مرحلة تنفيذية، وعما قريب يعني أنا ما أدري كم يبغى لها وقت، بس آخر مرحلة وهي طرد المستأجر، وهذه هي أكبر وقف بالنسبة للمأتم، أكبر وقف بالنسبة للمأتم. وأتمنى من الإدارات القادمة أن يكون هاي طرحنا طبعا في الإدارة أن يكون استثمار إلى المأتم، ما نبغي أنه يروح يأخذ مستأجر ويدفع مبلغ بخس أو أنه ما يدفع، لأن في بعض المستأجرين ما يدفعون. فهذا الوقف جدا حساس بالنسبة إلى يعني استمرارية تمويل المأتم بشكل مريح، مو متعب نفس اللي يصيدنا في يعني الفترة السابقة، خاصة أنه بيصير فيه بعد مبالغ نستحصلها من المستأجر وغرامة عليه ربما توصل لمبلغ 10,000 تقريبا. فأتمنى من الإدارة القادمة أن تأخذ مسألة الوقف كأولوية قصوى يعني، لأن وحنا طبعا درسنا الموضوع في الإدارة أنه أفضل شيء هو إقامة صالات، يعني ربما تحتاج تمويل وهذا إقامة صالات لي، لأن مسألة أن عندك مأتم وما عندك تمويل إليه يعني مسألة مشكلة تعتبر. عندنا أمثلة يعني مثل مأتم سار عندهم صالات ما يحتاجون حتى يأخذون وقف أو يصرفون من وقفهم، لأن عندهم صالات مأجرة. هذا طبعا الأمور اللي تمنيت أن أطرحها عليكم، وأسألكم أن تعذرونا عن أي تقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سماحة السيد القائد الخامنئي: لا شك أن يوم عيد الغدير يتمتع بأهمية قصوى، وقد ورد في رواياتنا أن مكانة هذا اليوم قد تفوق كل من عيدي الفطر والأضحى. وبالطبع ليس المراد من ذلك الحط من مكانة هذين العيدين العظيمين،
بل للإلفات إلى ما يشتمل عليه يوم الغدير من مضامين عليا. أما الآن فمع الأهازيج والجلوات يقدمه لنا المنشد علي الملة. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك. أسعد الله أيامكم. رواني حبكم وأصبحت راوي. رواني حبكم وأصبحت راوي. آوي لقلبي يا هوى. صوت الصلاة على النبي رفعه. صوت الصلاة على النبي سمعه. وصف لك الآهاتك داوي. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. مستعدين؟ عندكم صوت؟ شيل الله يا أبا الحسن. إيه علي يا بحر الفضائل والكرم. علي يا بحر الفضائل والكرم. انت سرك يا علي سر الإله. إيه الله سيفك في الحرايب من غلب. الله سيفك في الحرايب من غلاب. مضرب الأمثال ما عدنا سوا. أنا لو قلبي ضمى يا أبا الحسن. أنا لو قلبي ضمى يا أبا الحسن. غير حبك يا علي لا ما رواه. الجنة من دونك يا ابو اليم سقار. الجنة من دونك يا ابو اليم سقار. وانت جنتنا وعشقنا ما حلا. خاف اشبه حبك بطعم العسل. خاف اشبه حبك بطعم العسل. وانت حبك يا علي ما له اشباه. انا لو قلبي ضمى يا ابا الحسن. انا لو قلبي ضمى يا ابا الحسن. غير حبك يا علي لا ما رواه. الجنة من دونك يا ابو اليم سقار. الجنة من دونك يا ابو اليم سقار.
وانت جنتنا وعشقنا ما حلا. خاف اشبه حبك بطعم العسل، خاف اشبه حبك بطعم العسل، وانت حبك يا علي ما له اشباه. دنيتي وياه وارجف الحشر، دنيتي وياه وارجف الحشر، لا توديني يا ربي ويا عداه. دنيتي وياه وارجف الحشر، دنيتي وياه وارجف الحشر، لا توديني يا ربي ويا عداه. طيب الله انفاسكم. غديرية غديرية ليلتنا غديرية، ليلا بايع الكرار صهر الهادي ووصية. غديرية غديرية ليلتنا غديرية، غديرية غديرية ليلتنا غديرية، ليلا بايع الكرار صهر الهادي ووصية، ليلا بايع الكرار. يسألوني كتبت اسمه على قلبك، يسألوني قلت لا اسمه في قلبي يكتبونه شراييني، علي وانا بطن امي على اسمه يغذوني، علي سمعي علي لساني علي النور اللي بعيوني، علي النور اللي بعد علي النور اللي نور في قلبي اللي يحبه. الله 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 نور في قلبي اللي يحبه. ايه فاز هلي يلتزم دربه، فاز هلي يلتزم دربه. علي كل ذرة من جسمي ولا تسألوني وش بيا. غديرية 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 غديرية، هاللي يرفع ربه الياهو اللي يقدر يحطه، واللي ينصب الباري لابد نتبع خطه. اشهد يا غدير اليوم طهش اللي ذي اعطه، رفع ايد ابو الحسنين وبان لنا بياض ضبطه، ونصب الهادي خليفه كلها اصحابه تشوفه. نصب الهادي خليفة كلها أصحابه تشوفه، ونادى اللي أنا وليا حدر بعدي وليا. غديرية غديرية ليلتنا غديرية، حاشا يا غدير اضمه وانت تجري بدمايه، حاشا يا غدير اضمه وانت تجري بدمايه. سقيني سقيني ما ظنك تسمع مني كفايه، روين بمحبه ناس لهم في الحشر رايه، وابقى افتخر بهم آل المصطفى وياي. آل المصطفى بعد ها آل المصطفى.
ترتجف منهم جهنم، وانظر رضوان سلم، ترتجف منهم جهنم، وانظر رضوان سلم، واجسام التحب الآل من كل نار محمية، واجسام التحب الآل من كل نار محمية. غدري يا غدري سقف جتنه كل من نصب في الخلق ربعه، عاينا نواخذهم تريد المركب الطبعه، واحنا من بعد طاغه بلا فاصل علي انتبعه، بلا فاصل علي الحسن من بعد خي حسين بعد أولاده التسعة، بعد السقف جتنا كل من نصب في الخلق ربعه، عاينا نواخذهم تريد المركب الطبعه، واحنا من بعد طاغه بلا فاصل علي انتبعه، بلا فاصل الحسن من بعد خي حسين بعد اولاده التسعه، بعد اطهر اطهر البريه، هاي العترة الأحمدية، أطهر أطهر البرية، هاي العترة الأحمدية. لا حبتر ولا نعثل، لا حبتر ولا نعثل، تبعنا نوار قدسية. غدري يا غدري على الميعاد يا الهادي اجينا نجدد البيعة، لا ما نترك نهجك أمرك لابد نطيعه، أمرك هو أمر الله نصب حدر انتبعه، نسايل عن علي وينه تريد تبايع الشيعة، تريد تبايع بيع غيها تتغير، ما نبايع غير حدا، بعليها تتغير، ما نبايع غير حدا. مد ايدك يا مولانا اليك مدت ايديا، غدري يا غدري غدري يا غدري، بحق هالليلة يا البابك عن طلاب ما تسده، واللي دق ما ظنه تكسر خاطرة ترده، واللي حضر محفلنا كل واحد طلب عنده، سهل كل مطالبنا فرج عنا كل شدة، سهل كل مطالبنا فرج عنا كل الفرج، منك نطلبه يلي ما تعيه طلبه، الفرج منك نطلبه يلي ما تعيه طلبه. يا رب العرش جديد، يا رب العرش جديد،
علينا الفرح ليلية. اسمك نغم في القعدة والوقفات يا علي يا علي، جوابك يا علي. اسمك نغم في القعدة والوقفات يا علي يا علي، من انتخي يا حاضر الشدات يا علي يا ايه. تسمع ندانا وتسكن الأناء روح الطوارئ واستمع الأصوات. اسم الله على اسمك أعظم الآيات يا علي يا علي يا علي يا علي بعد يا علي يا علي يا علي. أسمع أنا أمي من تقوم تقول إيه، أسمع أنا أمي من تقوم تقول إيه، حبك يا حيدر شي ما هو معقول إيه، وبهالاسم متحير العقول إيه، لو أشرح اسمك هالمقام يطول يا علي يا علي يا علي يا علي. عشقك يا ابو الحسن الروانه يا علي يا علي، عشقك يا ابو الحسن الروانه يا علي، حتى الطفل اسمك على لسانه مكيف على اسمك ردد الحانه يا علي. وهالليله عيدك ضوى دنيانه يا علي يا علي يا علي يا علي. إيه حتى رسول الله بدر ناداك بس نادى حيدر يا علي لاقاك. إيه انت يا حيدر نادتك اعداك إيه، أهلك يا أبو الحسنين أنا لولا إيه، أهلك يا أبو الحسنين أنا لولا يا علي يا علي يا علي يا علي. ليلة عيد تقول دمعك ما نشاف، ليلة عيد تقول دمعك ما نشاف، شلون بالله لو فرحكم مختلف. هذه دمعة شوق شوقي ما يجف، رايد اوصل هالمساء لارض النجف، رايد اوصل هالمساء لارض النجف، رايد اوصل هالمساء لارض النجاف. ومشايا يم حضرة حيدر، مشايا يم حضرة حيدر، مشايا يم حضرة حيدر، مشايا مشايا يم حضرة. تقدر تخليني كل شيء أصنعه، تقدر تخليني كل شيء أصنعه، لكن الحب في القلب ما تمنعه، ما تقدر ما تقدر، لكن الحب في القلب ما تمنعه، حتى لو قلبي حتى لو قلبي وصدري تشلعه. تسمع ينادي علي علي علي، تسمع ينادي علي يلا اسمعه. أحبابا نبقى للمحشر، أحبابا نبقى، أحبابا نبقى للمحشر، أحباب. ما يفيدك يا التعاند هالعناد، ما يفيدك يا التعاند هالعناد،
هذا حبنا وما ندخله في المزاد، ما يفيد الذبح فينا كان فاد، لو يفيد الذبح فينا كان فاد. الثمن الثمن شربه من الكرار في يوم المعاد، الثمن شربه من الكرار في يوم المعاد. يسقينا من حوض الكوثر، يسقينا من حوض، يسقينا من حوض الكوثر، يسقينا من ايه، يسقينا من حوض الكوثر. أعاد الله عليكم هذه الأيام في حال أفضل من هذا الحال، مكأن المل طول، مكأن المل طول، شلون ما خلصت أشعاره. اسمعه بيت الدعاء، فرج اللهم عن كل أسارة. اسمعه بيت الدعاء، فرج اللهم عن كل أسارة. شافي مرضانا وجرحانا وطفل هموم عن كل الحيارة. وإلى مكة والمدينة وللنجف والكربلة والكاظمية والسامرة والطوس الرضا، ارزقنا يا ربي الزيارة. الله، الشكر الجزيل لل